بمباراة النهاردة، مباراة فاركو المصري، كابتن عبد الستار، فاركو الفريق اللي جاهد حتى الأمطار الأخيرة في الموسم، والحقيقة يعني كل الناس أشادت بما قدمه أحمد خطاب المدير الفني بعد ما تولى المهمة في النصف الثاني من الدوري. لكن زي ما حضرتك قلت، الكاس بطولة مفاجآت. إزاي النهاردة هل ممكن نشوف فاركو بثوب مختلف عن اللي شفناه في الدوري؟ فكرة إن هو ما يبقاش متحفظ دفاعيا، ما يبقاش بيدور على النقطة، فإيه الشكل اللي ممكن نشوف عليه فاركو في مباراة النهاردة؟ احنا هنبتدي اصلا من فاركو في البدايه، يعني بقى له 3 مواسم في الدوري الممتاز، لسه صاعد، لسه فريق، لسه ما عندوش خبرات بشكل كبير. احنا بنشوف ايه فاركو في البدايه، في اول موسم ليه حصل على المركز التاسع، كان خد 35 نقطه، يعني كان معاه مدرب مجدي عبد العاطي، مجدي عبد العاطي في الاول، وبعد كده ايه في السنه الثانيه جاب لعيبه كواليتي احسن، يبقى في كان في فنيات اكتر، كان الكابتن معاها الكابتن ايهاب جلال، وبعد كده ولا بعدين المسؤوليه الكابتن طارق العشري، حصل على المركز برضه التاسع بس ب 42 نقطه. السنه دي حصل مشاكل كتير قوي في نادي فاركو. في ايه؟ اول ما تولى المسؤوليه كان برونو البرتغالي، وبعد كده الكابتن خالد جلال، وبعد كده احمد خطاب تولى المسؤوليه. اول حاجه مفيش قيد لنادي فاركو، كان في مشكله عدم القيد، عشان كده حصل ايه مشاكل في نادي فاركو. نشوف الفرقه كانت عايزه دعم، مفيش دعم للنادي بشكل كبير قوي. فاركو السنه دي عانى من اول الموسم لغايه اخر الدوري، كان في مشاكل كده قوي. احمد خطاب عمل توليفه كويسه جدا، عمل عنصر الشباب وعنصر الخبره. احنا نشوف النهارده احمد خطاب في اخر الموسم بتاع الدوري، احنا شفنا اعتمد على الشباب بشكل كبير جدا، كان معاه لعيبه كويسه جدا، مصطفى حماده واحمد فؤاد، كانوا مميزين جدا، احنا نبص عليهم، عمل توليفه كويسه جدا لنادي فاركو. النهارده بيلاعب فرقه كبيره جدا، الماتشين اللي لعب النادي المصري في الدوري خسر الماتشين، صحيح خسر الماتشين، بيلاعب فرقه مميزه جدا، فرقه منظمه، علي ماهر منظم جدا، احسن مدير فني بيعمل توليفه وتشكيل ويبني فريق بشكل كبير قوي. النهارده فاركو عنده طبعا ايه، بعد خلاص كان في طبعا في مشاكل وفي ضغط على الفريق بشكل كبير قوي، ان هم عايزين يقعدوا في الدوري الممتاز، خلاص هم قعدوا. النهارده ماتش الكاس، ماتش يعني ماتش مصير، ماتش خلاص، ماتش واحد، ولازم حد يكسب، مفيش بقى ايه يعني افهم الكلام الكابتن عبد الستار ان فاركو النهارده هنشوف اداء هجومي، اداء مختلف، يعني مميز جدا. الثقه يعني انا احمد خطاب عامل شكل كويس قوي، بس اللعيبه كانت مضغوطه بشكل كبير في اخر الموسم، كان عايزين يقعدوا في الدوري، لا تلاقي الاداء احسن والشكل يبقى احسن. جميل. والشكل مميز جدا، عشان كده لا فاركو المباراه تبقى صعبه على النادي المصري، هيبقى مميز جدا، هيبقى خلاص يعني المباراه هتبقى فيها سجال بين الفريقين. جميل. على الجانب الاخر المصري